نكلمكم عن منتجاتنا مثل بديل الطوب، بديل الصخر، بديل الحجر، بديل الرخام مثلا، سواء كان السادة أو بشكل الرخام. عندنا مجموعة منتجات مثل هذا الشكل الجميل الأسود، الأسقف ثلاثية الأبعاد، بديل الرخام وفريماته. السادة الطافي، التشكيلات من بديل الرخام، تشكيلات كبيرة بشكل الرخام تماما. أرضيات الكونكريت الاسمنت الديكوري، أرضيات ثلاثية الأبعاد.